بتدرب فنانين كتير، ممكن انت بقى تحكي عن ده اكتر يعني. يعني في حوالي حاجه حلوه، انا اول حد بدات معاه كان احمد العوضي. احمد العوضي ده يوم ما اتمرن معايا طحون، انا عايز اتمرن كرياضه مش كتمثيل. اوكي، فبدات مش علشان فيلم مش او عشان فيلم مسلسل، انا عايز سالته عندك العب فيلم الرياضه تحضره؟ لا دي. لا، انا عايز العب ليه، انا بحب البوكسنج جدا جدا جدا، او الام ام اي، فعايز العبها ليه انا. فبدات يمكن اخر سنتين ونص ماسكه تمرين 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 عادي. لو شفت كده المستوى يعني، كان هو نفسه قالها بكده، انا يعني حصل نقله في الحته دي، لان هو اتمرن بجد، هو ما اتمرنش الفيلم. بص، احمد العوضي فرق حتى في شكل جسمه يعني. عشان بيلعب بالظبط، عشان هو في الجيم وهو مهتم جدا 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 بالشيب هو بتاعته مهتم بالحته دي قوي. قوي. وفي نفس الوقت انا تاني، انا عادي لما بدربه بيتمرن بجد كانه داخل بطوله حقيقي، كانه لا تشامبيون بجد بيتمرن. يمكن حتى والله 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 ناس هنا في مصر تشامبيونز وابطال بوكسنج بيقولوا احنا بنتفرج عليك، احنا منبهرين، انت بتعمل حاجه احسن مننا. فعلا متخيله واخد ليه؟ الموضوع جد واخد قوي. الفكره بقى، واخده جد. فعوضي لو اتعمل فيلم عن مارشال ارتس او عن بوكسنج، لا هيعمل اداء اكنه بالظبط فايتر، اكنه مثلا بتشوف مثلا فايت بجد.